وكاستراحة لطائرات النظام تبدأ الفصائل السورية في الشمال السوري بالتهام بعضها وهدم ما لم تستطع أيادي نظام الأسد من هدمه. اقتتال أو اعتداء أو بغي فصيل على فصيل آخر أيا يكن، فضحايا هذه اللعبة ليسوا مدنيون أصابهم رصاص الاشتباكات فحسب، وإنما أبعاد الأمر تتجاوز ذلك. فالبعض يرى في هذا الأمر خدمة للنظام، والآخر يراه ضرورة للرجوع إلى مبادئ الثورة، وفئة ثالثة تحذر من فتنة قد تودي بأحد أهم مناطق المعارضة في الشمال السوري. ورغم اقتراب المعارضة السورية من تحقيق مكاسب سياسية، لكن الواقع على الأرض مختلف تماما، فقد وصل التناحر بين بعض الفصائل إلى إعلان النفير العام ضد فصيل آخر. انقسم السوريون المقسمون أصلا على وسمه بالإرهاب. أستانا التي أوقفت قصف النظام نوعا ما أشعلت نار الاقتتال بين الفصائل، الهدف تحرير الشام، أما الآليات والأساليب فلا تتجاوز حدود جسر الشغور في أحسن الأحوال.